نقاد عندنا احنا في اربع مهن بنخلط بينهم. استاذ الادب الذي هو خد دكتوراه في حاجه بيدرسها بس، بيخش الفصل يدرس تاريخ ادب، بيدرس ادب صوفي، بيدرس روايه حديثه، بنظريات الروايه الحديثه، بيدرس دي حاجه. استاذ الادب ده مش بالضروره راقد خالص في العالم كله الا عندنا. اي حد بياخد دكتوراه من كليه الاداب ان شاء الله واخدها في في النحو بيعتبر نفسه ناقد من اول الباليه لغايه الشعر. طبعا ده علامه من علامات تخلف البنيه الثقافيه اللي عندنا. دي شغله. الشغله الثانيه عارض صحفي، عارض اسمه ريفيور. الريفيور ده في كل جورنان بديله الروايات والكتب اللي طلعت، بيديني في 300 كلمة وما بيقولش رأيه، ما بيقولش رأيه. أنت كراجل عايز تقرأ فبيقولك الكتاب ده بيبحث في مذكرات فلان الفلانية، مذكرات اعتماد خورشيد دي بتتكلم على صلاح نصر، مش عارف. أنت انزل اشتري، أنا بعمل لك عرض ريفيو اسمه بوك ريفيو. دي شغلة تانية، ده مش ناقد برضو. في ناقد نظري، الناقد النظري ده ما بيكتبش على الكتب، بيستعملها علشان يبحث في نظريات النقد الأدبي فيهاجم النظرية البنيوية أو الوجودية في النقد ويقول لا دي نظرية نقط ضعفها كذا. طبعا ده بيبقى أكاديمي، نادرا ما ينشر في الجرائد، الجرائد السيارة يعني، ده بيبقى في المجلات الأدبية المتخصصة. ده ناقد نظري. في ناقد تطبيقي، تطبيقي اللي هو بياخد الرواية ينقدها وما بيقولكش النظريات الأدبية في النقد، هو بيكون هضمها وبينقد الرواية. الأربع مهن دي في العالم كله أو العالم المتحضر أربع مهن مختلفة، إحنا عندنا ملخبطة على بعضين. يعني أنت أي حد بيكتب نقد، أي أستاذ أدب في كلية الأداب يبقى ناقد، يقولك دي شغلتي، أمال أنا خدت الدكتوراه في إيه؟ لا يا حبيبي، أنت خدت الدكتوراه عشان تدرس، بدليل ان احنا لما نقلنا من فرنسا برضو عملنا حاجة اسمها معهد التذوق الفني. معهد التذوق الفني ده اللي اتعمل في الستينات ده بيطلع نقاد تطبيقيين، نقاد تطبيقيين يعني applied criticism، يعني هو انت بتتعلم تذوق وبتتعلم حاجات فتطلع لو انت عندك موهبة، موهبة النقد، تبقى ناقد تطبيقي مش ناقد نظري. احنا عندنا الدنيا ملخبطة خالص، وده سبب رئيسي من ان احنا حتى لو انت مهتم بالادب نادرا ما هتجد حد فعلا ممكن يدلك، لانه طبعا بالاضافة للهزيمة الحضارية عند بعض الناس، بمعنى انه كل ما يصدر في مناطق معينة او يبقى هو ده وده اللي نقيس عليه. الراجل ده عمل حاجة تانية، قال دلوقتي انا اكتب بمشاكل الثقافة والمجتمع الفرنسي ليه؟ أنا مش فرنساوي، رغم إنه كان قاعد في باريس، أنا مش فرنساوي، أنا بكتب عن كولومبيا لأن دي اللي أعرفها، عشان كده أكتب ما تعرف. فإحنا عدم وصول لنا الحاجات دي، طبعًا التعليم بتاعنا زي ما أنتم شايفين بيحرقوا الكتب، يعني الست بتحرق الكتب وبتقول، والمعلمين المدرسين أو مجموعة المدرسين عملوا مظاهرة تضامن معاها. يعني في إيه لما تحرق الكتب؟ شو الكتب؟ فإحنا بعيد خالص يعني، ها؟ انما في النهايه انا بتكلم على النقد الادبي في مصر في ما كانش كده. يعني زمان كان عندنا الدكتور محمد منظور، عندنا ناس فاهمه، انما دلوقتي الناس القليله اللي موجوده اسم او اتنين، وبقيه الناس الموضوع مجتهد. انت ممكن لو بتعمل جورنان تخلي واحد ناقد لان هو طلب منك، يعني تقول له ده حصل قدامي، والنبي رئيس بيقول رئيس تحرير، يعني مشهور قوي رئيس تحرير، والنبي رئيس انا بحب اقرا، يا ريت تديني زاويه انقد فيها. اداله زاويه ينقد فيها وهو دلوقتي معروف خلاص. فلما تشوف الفرق، النتيجه لازم تبقى موازيه للفرق ده، يعني لما يبقى الموضوع جد وفي تقاليد ثقافيه فعلا وفي نقاد بجد وكل واحد بيعمل شغله. بالمناسبه دار النشر بتطلع كتب بتبعت لكل النقاد، ها؟ النقاد مش بيشكروها ابدا،
يعني مش بيرفع سماعة التليفون هنا انت بعت لي كذا متشكرين، اقوم بقى ايه الراجل يقول نبي تاخد بالك من البيت الشعيرة اللي طالعة دي، دي يعني انا عارف انت هتحكم ضميرك بس هي الحقيقة، وبعدين ظروفها وحشة مطلقة وملخبطة تمام. الكلام ده انا سمعته يعني حصل قدامي مش بقى. لا 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 لا، النقاد بياخدوا الحاجات من دور الناشر لان دي شغلته ان يبعتها لي، اشكره ليه؟ وبعدين الكتب بقراها بيقراها بجد مش اي كلام يعني. ممكن يتجاهلها خالص يعني، ممكن تبعت مش انا بقى بعت له كتب ما كتبش على الكتب بتاعتي، طب والله ما انا بعت له ابن اللذين ده، لا مفيش كده، دي شغله دي مؤسسه شغاله كده. ما بيكتبش خالص، او يكتب روايه يمسح بيها الارض اذا كانت تستحق، او يمدحها اذا كانت تستحق. استقلال كامل يعني، مفيش موضوع ان احنا وطبعا بيقروا يعني. اذكر اول ما رجعت من امريكا عملت مجموعه قصصيه ورحت اتوليه القاهره، واحد النقاد قال لي نعمل لك الندوه، ورحت عزمت اصحابي، وانا داخل لقيت الناقد بيقول لي ايه معلش انا ظروفي ما سمحتش ان انا اقرا المجموعه. قلت له يا نهار اسود انت ما قلتليش ليه، ده انا عزمت الناس. قال لي واقول لك ليه معلش الظروف، قلت له ظروف، قلت له عشان نلغي الندوه. قال نلغي الندوه ليه؟ قلت له مش حضرتك ما قريتش؟ قال لا 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 ما تشيلش هم انا بس قلت لك. اكتر واحد اتكلم عن المجموعه كان الراجل ده اللي هو ما قراهاش والله العظيم، وايه وبيطلع دكتور ممدوح استنباط يعني مثلا ايه مصطلحات الكاتب يحاول الامساك باللحظات الهاربه. لحظات الايه الهاربه؟ طب كلام حلو قوي. بس يمشي على اي حاجه اول سايز، يقول لك ايه ويكشف المسكوت عنه وهو ما قراش المجموعه، وبعدين ابتدى يخش يقول لك ايه وهكذا يمسك الناقد بتلابيب الكاتب تمام، وراح عايدها تاني والان سنمسك بتلابيب الكاتب. فانا بصراحه بقى لما لقيته راجل هاكس ولا قرا ولا حاجه قلت له ايه حكايه التلابيب دي؟ انا عارف، قلت له التلابيب دي لو الكاتب ده حرامي ايه تمسك بتلابيبه ليه؟ واخد بالك؟ فقال طب ولا ما عندوش دم خالص يعني، فقال ايه؟ يعني بلاش تلابيب. قلت له قال طب خلاص. ده الناقد ده استاذ ادب في جامعه اقليميه ومعروف يعني، تفتح التلفزيون تلاقيه بيطلع لك من كل حته تمام؟ ايه؟ ما فيش داعي. اصل انا ما يهمنيش الشخص. بقى خبير استراتيجي. انا بقى طبعا بقى خبير استراتيجي طبعا. وبالتالي النتيجة الراجل ده الازمه الثقافيه اللي احنا فيها، ونتيجه المؤسسه المنضبطه دي ان الناس تقرا ولو في كتاب كويسين يطلعوا، واحنا عندنا العكس.